أول من تكبر على الله وخلقه هو إبليس، قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وبين الله عز وجل سبب عصيان إبليس، قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا.